ورديت رمضان وحوي يلا رمضان ثاني قلبي وده كان في امي وبعد الايام يا حبايب وهو كل عام يا حبايب تتقابل دايما ونفرفش ان شاء الله ما عد حول اهيان يا رجلي رجلي وجعتني من كتر النط ومين يسمعك هي الوفود دي مش هتخلص بقى ما هو لازم يقابلهم ويرحب بيهم واحد واحد بس دول من الصبح لحد الظهر وهم كده انت مش عارفه ابوكي قلبه طيب قد ايه كل واحد يطرد السلطان سليم من تركيا او بر الشام ما يلاقيش في وشه غير السلطان الغور الحله الحله يا ماما ايه ده لا مؤاخذه يا ست ما تخافوش اصل انا بدور على الحله الحله اللي هعمل فيها التسقيه الحله الحل اللي بنعمل فيها الفتره اللي عايز اعمل فيها اي حاجه الحل دي دور عليها تحت كرسي السلطان تحت كرسي السلطان دور على الحل هي بحب اجيب لك الراشي ولا وين حكيتكم ايه اللي جابكم قط السبال هنا كويس كده لو طب ابوكم دلوقتي لقيكم قاعدين ان هو تعمل فيا ايه هو انا لازم كل يوم اخد موشح من تحت راسكم وايه ده بنتفرج بنتفرج اتفرجوا اتفرجوا على ايه واللي بيتفرجوا عليكم دول ايه كده افن وفينا بتعملوا ايه بتهببوا ايه احنا مش بنهبب احنا بنستنى ايوه احنا واخدين ميعاد من امبارح ميعاد مع مين مع جناب السلطان يا جميل المحيا 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 روح يا شيخ ربنا يكتفيك بحياة لوشك اتكلم انت عايزين ايه ايوه نرجع له الحله بصراحه حله ايوه الحله دي ايه الخيبه الكبيره دي واحد يجيب حلة وتاني يرجع حلة جيم يرجع الحلة يا جميل اللحية لحية تاني يا محية ما غيروها تاني طيب أيوة روح يا شيخ ربنا يبتليك بحية تلوشك ولا بلاش لحسن دعوتي الجوزة خش جهنم على حاجة ما تستاهلش أيوة يا مدام احنا معانا تصريح احنا مش جايين ملقحين جلتتنا تصريح فين هو تصريح وريني دول الثلاثه المقاطيع اللي كانوا هنا امبارح مش هو انتوا برضو احنا مش مقاطيع احنا اولاد ناس محترمين ايوه محترمين ولا مش باين علينا بحياة النبي ما هو باين ابدا ايه ده انتوا اولاد ناس محترمين طبعا خبوا وشك خبوا وشك لحد ما اولاد السلطان يخرج خب يا خب خب وشك يا خب 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 انت كمان خب امتى بقى احنا جايين ليه يا جميل المحيحي حي حي برضو تاني خب وش هيا خلي البنات تخرج الا قولي لي ايه حكايه الحله دي بقى انا اقول لك يا ستي ابوك السلطان على قد ما هو طيب وعقله كبير انما يحب ساعات يهزر يهزر اه ولا حتى بابا ما بيحبش يهزر ابدا اخوكي تومان باي ما اعرفش راح جاب له امبارح الثلاثه المقاطيع دول منين عشان يشتغل عشان ايه والنبي يشتغلوا محصلين ضرايب فوظفهم على درجه محتسب وبعدين الظاهر ابوكي كده حس بقى ايه جناب السلطان حس انهم ما ينفعوش ببصر خالص بتاتا فراح عمل لهم حاجه اسمها امتحان اختبار قوه الاراده ايه قوة إرادة أو النبي أبوكي هو اللي قال كده هو وجاب لهم حلة ستفها لحمة 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 كتير وقال لهم الحلة دي تستنى عندكم بحلة ما ينقصش منها حاجة وترجعوها بكرة زي دلوقتي يشوف بقى هيحصل لهم إيه هينفجوا ولا ما هينفجوش طب وليه بقى ده كله ليه بقى طب قومي بقى أنت وهي بقى لحسن زمان أبوكي طلع أروح أنا أبدأ فوت فوت فوتي لا مفيش حد هنا خالص مفيش حد إزاي أنت شايف حد يا أخي لا أصل القصور اللي زي دي تلاقي حاجات كده مستخبيه واقفه جنبك وما انت شايفها وبعدين في الكلام اللي سايب الركب ده اه يا سلام يا سلام بقى في حد يصدق ان احنا جينا بيت السلطان مرتين ابن اسمه السلطان السلطان يا سلطان الغوري هتقرفني ليه ما غيروش لا يعني هو زي ما هو ايوه السلطان بقى اهل الحته عندنا اهل الحته عندنا لو قلت لهم احنا جينا بيت السلطان هيهزقوا لو قلت لهم اني ابويا صاحب السلطان هيمسخروه لو قلت لهم احنا جينا بيت السلطان هيهزقوا لو قلت لهم احنا جينا بيت السلطان هيمسخروه قول يا مسعود قول يا محمود أيوه. هي امانه يعني ايه كلمه امانه انت ايوه إن كانت كلمة ما تقولهاش وإن كانت ست ما تلمسهاش وإن كانت حلة ما تفتحهاش بلا 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 لم إن كانت كلمة ما تقولهاش وإن كانت ست ما تلمسهاش وإن كانت حلة ما تفتحهاش بلا 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 لم خلاص ومزعلين نفسنا ليه؟ ما دام الأمانة بالشكل ده ما بلاش أمانة بقى إلا إحنا وكلناها مع بعض والحلة فاضية ما إحنا عارفين إن إحنا كلناها ايه ما تقولش احنا انت لوحدك اللي كلتها انا لوحدي طبعا انت لوحدك اه
مطرح ما تسر تهري ان شاء الله. يا طفص يا دني. ايوه علي الحياه. انا وتخديه هتضيع علينا وظيفه محتسب. طب يعني هنقول ايه للسلطان بقى بالشكل ده؟ هنقول له ايه؟ هنقول له ان احنا ما خدناهاش ويعيننا انا ومحمود، وانت بقى ما يعينكش تروح تقشر بصر. ان سلطان واعي زي ده هتفوت عليه حاجه زي دي يا استاذ. امال هيقول ايه يا جدع؟ ايه فهموا حاجه؟ احنا جينا ويا بعض وكلنا اللحمه ويا بعض. احنا جينا ويا بعض وكلنا اللحمه ويا بعض. يعني جبنا الحله فاضيه واللحمه كلناها مع بعض. مولانا السلطان الغوري. سلطان. مولانا السلطان الغوري. لعمة. ها ما رايك يا شيخ كامل؟ مولاي الناس مشيت مجبورين الخاطر. هو في حد يا مولاي عمره يقصد مولانا السلطان الغوري ولا يرجعش مجبور الخاطر؟ بس انا شايف كده ان السلطان سليم تصرفاتي مش عجباه الايام دي. يطق من حبابي عينيه. امال يعني ناس زي دول كانوا معززين مكرمين في بلادهم، ولما يطردهم ويشردهم اذا ما كانتش مصر هتحميهم مين هتحميهم؟ ايوه بس يا شيخ كامل السلطان سليم الايام دي ابتدى يتحرش بيها ويتحداني. ولا يهمك يا مولاي، انت قدها وقدود، الاعمال بالنيات. احنا عندنا ضيوف ولا ايه؟ ايوه فين يا مولاي؟ انا شايف كده حاجه ناحيه. حلو شايف كده. هاي خد يا انت وقعت. هنا وعد. انت هنا الواد اهو. قول تعالى. انا واد. لا 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 والله العظيم ثلاثه ما فوت لك النهارده. خد يا انت تعالى. خد يالا قوم يا واد. خد يالا. مولاي ايه؟ انا احنا جايين نرجع الحل بتاعت امبارح. طب يلا يا شيخ مكمل اكشف غطا الحل. وليه يكشف غطا الحل؟ ما فيش داعي. ما الحل فاضيه. يخ الحكايه بقى فاهم. انا هحكي لك الحكايه في كلمتين باختصار كده يا جناب السلطان. مش احنا اللي كناه والله يا جناب يا مولاي. مولاي اللي قالها هو ده. اللي كشفها هو ده، واللي شفعها هو ده، واللي بعدنا واللي رفدنا هو ده. هو 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 ده هو ده هو ده هو ده 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 بس 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 خلاص. انا هحكي لك بس يا بقى. انتوا مش قادرين تصونوا حله واحده مسافه ليل، وعايزين نامنكم على اموال السلطنه. ايه الحكايه؟ استنى بس يا معلمي، انا هحكي لك الحكايه. شوف يا معلمي، انا رحت خد مولاك. يا لا مؤاخذه يا مولاي، خدنا الحله دي وروحنا نمنا وحطيناها فوق الدولاب. انا شخصيا عن نفسي نمت اتخمت. يلا يلا مفيش وقت. يلا وبعدين نمت. وبعدين حتى بالأمارة حلمت حلم غريب جدا. حلمت ان في فيل جا خطفني ونزل بيا. فضل نازل 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 سبع ارض. وبعدين صحيت ما لقيتش الحله فيها حاجه فاضيه. وهذه هي الحقيقه. وهذه وانا بقى ملوي حلمت بقى على طول اتخمدت على طول ورحت حالم. حلمت بقى ان ملاك ازرق خطفني برقبة جمل. ملاك كده ليه رقبة جمل كبير قوي، راح واخدني وبقى طلع طالع لسبع سما، وبعدين طلع طالع لغايه تسع سما. وبعد كده قعدت تسع سما لغايه ما قمت من النوم وصحيت لقيت الحله فاضيه. وهذه الحقيقه. كلامه بيشر حقيقه. انا بقى يا مولاي السلطان اقول لك الحقيقه بالظبط. السلطان وما غيرهوش. اول قاعد بقى في الاوضه انا ما نمتش. انا قاعد بصيت لقيت الحيطه اتشقت، راح طالع منها مارد كبير، راح ماسك الحله نازلها من على الرف. نزلت الحله من على الرف. الرف نزل الحله من على الرف، راح ماسكني قال لي كل. قلت له ما اقدرش يا سياده المارد، دي امانه من مولاي السلطان. قال لي كل اللي اخدك على بوزك. طبعا قعدت اكل انكسفت، ما رضيتش اكسف الراجل، كلت ورزقي على الله. هي الحقيقه. طبعا الحقيقه. والمارد ده كان طوله ايه بقى؟ طوله اطول من برج الجزيره بيمكن ب 3 سم كمان. والاوضه اللي انتوا نايمين فيها كان السقف بتاعها حلو ايه؟ دي اوضه صغيره مفروشه اجرتها انا. بتاعت برج الجزيره. لا متر ونص. الاوضه متر ونص. هذه هي الحقيقه. الحقيقه والحقيقه كمان ان بعد ما اكلت اللحمه اشتغلت نمت. حلمت ان في بنت صغيره بريئه جميله لابسه ابيض فابيض جت تقول لي في كنز في الجامع بتاع مولانا السلطان. السلطان؟ غيره السلطان. وانا جيت اقول لكم ان في كنز في الجامع تحت العمود ورزقي على الله. كنز؟ كنز؟
احنا هيخسر علينا ايه يا مولاي؟ هنخسر ايه؟ ما نبحث ونشوف يمكن نبحث ايه يا شيخ كامل؟ عشان نبحث لازم ناخد اذن من المحافظه وناخد اذن من البلديه ولازم ناخد موافقه من القضاء. يا مولاي يا مولاي احنا طلعت في فلوس. السلطان سليم مش ناوي يجيبها البر معانا، واحنا لازم نستعد له بالمال والعتاد، ويمكن كمان نلاقي كنز يغنينا عن سؤال اللئيم. يا مولاي اسمع احنا نبحث كده في التيمي كده تزانيق. بس ما حدش يقول ان انا قلت لكم، على شرط ان الاولاد الثلاثه دول يستنوا هنا لحد ما نلاقي الكنز. انتهت المقابله، السلطان خارج. مولانا السلطان خارج. كويسه الشوره دي؟ انشوره ايه دي بس؟ كويسه اللي يحكي الكنز ده عاد ودينا في ده الله يخرب بيتك. يا ناعمه يا غريبه ودي شوره متنع فيك، يا ناعمه يا غريبه ودي مصيبه كانت متسبكه، يا ناعمه يا غريبه يا ناعمه. ما كانت شوره زي الزفت، شوره مهببه. انا خلاص ما عادش فيا نفس. هو انا اللي بقى فيا نفس. انا عايز اعرف يا جدعان مين اللي ده علينا الدعوه المهببه دي؟ بقى يجيبونا من جناين القص ويشغلونا فوا عليك. اقول لك يا سيدي، اصحاب قالوا لنا ايه؟ عاوزين يعملوا الحكايه كتيمي عشان الخبر ما ينتشرش. خبر ايه؟ ده احنا بقى لنا 3 ايام نازلين فحت، ما لقيناش حاجة، مفيش ريحة حاجة. لقينا حاجة على رأيك، زي ما سمعت واحد بيقول لك افحت وانت ساكت، اديني انفحت وانا ساكت. ويا ريت فحتنا ولقينا حاجة. ما شاء الله ما شاء الله. الله يكون في عونك. سامحين الشر وفي تكلموا. ها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. النبي يا عم. نعم. الله يخليك. نعم. هو احنا بندور على ايه؟ انت مالك انت تفحت وانت ساكت وبس. الله ما احنا بقى لنا 3 ايام بنفحص واحنا ساكتين. وانت مالك؟ افحص بطيخه. طلع بطيخ. ايه ده الاول؟ يا نهار اسود. ايه ده يا افحص؟ ايه اللي عملتوه ده؟ افحص قدام. انت هتهدوا العواميد، هتهدوا الجامع. انا هقول لمولاي السلطان. تمام. انا هقول لمولاي السلطان. انا مفيش اخبار لحد دلوقتي يا شيخ كامل. وما انا عارف الحكايه ايه. قالوا 3 ايام. مولاي السلطان. مولاي السلطان. العمال بيفحطوا بقالهم 3 ايام وفحطوا حوالين العواميد وجمع هيتهدى يا مولاي. يا خبر اسوح. ما لقوش حاجه قلبي. انت هو يا ولد. انت ولد هو الكنز تحت عيني عمود. انا ماليش دعوه، هو اللي قال لك على حكايه الكنز دي. ما كناش معاه في الحلم. بقول يا مولاي، يعني لو مؤسس البت اللي شفتها في الحلم كانت صغيره قاصر. ما تعرفش انا عمود. نام تاني ويمكن اقابل يا ولد، يمكن اقابل اخت كبيره. تقابل اختها كبيره. يمكن تعرف ليه. يا شيخ كامل يا نمرود، هيدوا لي الجامع اللي انا صرفت عليه دم قلبي. الثلاثه دول تاخدوهم الفحت اللي عملوه يردموه ويبلطوه ويكنسوه ويرشوه والجامع زي ما كان يرجعوه. انتهت المقابله، السلطان خارج. كويسه الفكره دي. فكرة ايه؟ انت بس يعني كل شورة وشورة تودينا في داهية. ما كان لازم احلم عشان اشوف لكم حل. الله. يا ناعمة يا غريبة ودي كانت شورة متلع بيكا، يا ناعمة يا غريبة ونصيبة كامل سبيكا، يا ناعمة يا غريبة ودي كانت شورة متلع بيكا، يا ناعمة يا غريبة. يلا يا حبايب تتقابل دايما ومن فرفش ان شاء الله ما عاد تحول.